والله هيك. هنادي الأصايل. هنادي الأصايل. حاولها. أربعة دونم. ونص. ونص. شو بدنا نعمل في أربعة دونم؟ شو ما بدنا نعمل؟ كثير بدنا نعمل بأربعة دونم ونص. كله إلنا. يو 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 مان. بس. يو 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 مان. مرحبا. اهلا. كيفك؟ تمام. ايش اسمك؟ علي. علي قد ايه عمرك؟ كثير. قد ايه طولك؟ 3 متر و60. ما شاء الله. علي شو هوايتك؟ بطير واقف عيدي، اذا شديت حالي شويه ممكن اني اخذه. ما شاء الله. طيب ايش بدك تورجيني؟ مش حورجيكم شيء، يوم المهرجان تفرجوا علينا. طيب بدك تختفي هلا؟ بدي اختفي. طير. يلا. يو 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 مان. لو تعرفوا مين معنا هلا، مفاجأة الموسم، نجم الحفل، تعالوا نشوف مين. ايش صور؟ ممكن تسمعنا اشي من الاشياء بدك تقدم لنا اياها؟ اسمعكم. سمعنا. المفروض تغني. الله الله يعطيك العافية. شكرا شكرا. يو 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 مان. أنا محمد أباجا. في عندنا مهرجان فاستيفال فاستيفال. عندنا كشك، عندنا مهرجان بازار من الساعة 10 للساعة 12 بالليل. وعندنا مطرب زي ما ذكروا الشباب والصبية. عندنا حسين ميناوي. ماخذ الموضوع كثير جد أبو هذا. تفضل سيد علي. في باليت. في مطاعم طبعا عشان نظبط الأمور. الطينيات. طبلش. في بوشار. في شيبس. في عرض خيل. في عرض خيل. احنا بالأصايل أكيد في عرض خيل يعني. سيم بدوي. راح نجيب حسن ميناوي أو مصاصة. أبو مصاصة. شلبن شوية. شو في عندنا كمان؟ تو دي جيز حيكونوا، أنا وكمان شاب مفاجأة. مسرح. مفاجأة الموسم. عندنا مسرح، عندنا خالد البوريني، عندنا كثير أشياء، قد ما نعدهم صحيح. ديسمبر إليكس. ستيج 2 دونم. قال ليش 2 دونم ستيج حيكون؟ إضاءة راح تقلب طوكيو. 39 باند. بالضبط. قولوا له يلي حبيت. كمل صور بس. يعني من الاخر اللي ما بيجي بتروح عليه. عن جد لا تروح عليه. تعال احسابي. بس تعال. سمعتوا احساب علي. يو 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 مان. مصر تطبل يا زلمه. ما بحكي عن جد. بحكي عن جد يا زلمه. لا تطبل. خذوا الطبل منه. جينا على عرضها الطبل. احلى. يلا نتغدى. متنا جوع. فرصة. أحساب علي. من الصبح شو اسمه؟ من الصبح ما خليت إشي ما أكل. الأول. فرصة إنه ما عابد مصاري، مع مصاري كتير شفناهم هيك. رات حمطرش. وعزمنا على العشاء هلا. تحت. ما رح أروح أصلا. رأيته في إيدينا. إذا شمطيني فحت ما. وين وين؟ يلا. عن جد يلا. يلا أحكي. يلا. وين؟ يلا بروح معك. يلا. يلا كلوا ورنوا عليك. يلا يلا بلش انت ناس. استنونا ب 19:10 بنادي الاصايل الفروسيه من الساعه 10 الصبح للساعه 12 بالليل. رح يكون برنامجنا كثير حافل. عندنا مواهب مدارس خاصه، عندنا خالد البوريني للصغار، عندنا ساحر، عندنا رامي انكوت، عندنا ختام مهمس، توني قطان، نجم فلا فيستيفال. رح يولع المسرح فول باند. ما تضيعوا اليوم هذا عليكم، كثير رح يكون حلو. وانا وخلدون حنكون كوابيس لي على جنب الستيج. معنا تو دي جيز خلدون وعلي مستر علي بيطار راح يولعوا الدنيا كمان. كونوا معنا في بازار كثير كبير فيه كل المنتجات اللي بدكم اياها، في بلاي اريا للصغار راح ينبسطوا كثير معنا. ما تضيعوا اليوم هذا عليكم، عن جد تعالوا. في مطاعم كمان. في قلعه. شو خلتينا نحكي والله؟ ما انتوا ما بتحكي كل شيء. ما بدكم تحشوا حالكم. ضل حسن ميناوي. حسن ميناوي ركس الخير. بس حسن ميناوي. ضل عندنا حسن ميناوي وضل عندنا ركس. عندنا عرض خير
كثير راقص، كثير رح يكون حلو كمان، رح تقدم لنا اياه، يقدم لنا اياه القصاير. شو كمان؟ عندنا جوائز، عندنا مسابقات، عندنا العاب حلوه. خولية بس الثلاث الصبح. خمسة بالليل. عشان تحضر المهرجان كامل سبع دنانير. قسم خاص. مش غالي سبع دنانير. ما تيجي. مش غالي سبع دنانير. انت ما تيجي. مش معزوم؟ لا. هو عازم العالم حسابه عادي مش غالي. صح، تنسوش انه حكى علي انه كلكم جايين على حسابه فما تخاف. الله يعوضكم للمهرجان. علي. انت يا علي.